النهارده هنعمل سلطه كينوا بالفراخ والخضار، او ممكن نعتبرها طبق رئيسي هنستخدم فيه الكينوا النهارده. الكينوا هنا اهي جاهزه، انا بس كل اللي عملتها ان انا سلقتها وجهزتها، تمام. ممكن بس نحط عليها ملح وفلفل لو حاسين ان هي محتاجه شويه فليفر يعني. طيب هنعمل معاها ايه بقى؟ هنعمل معاها صدور فراخ، معانا زعتر وروزماري وليمون وتوم وبابريكا، خلاص دي التتبيله اللي احنا هنتبل بيها شرايح الفراخ صدور. يفضل انها تبقى صدور، لو انتوا بتحبوا الوراك خلاص جيبوها وراك مخليه، تمام، بس يفضل ان هي تبقى صدور عشان الدهون فيها بتبقى اقل كتير. طيب معانا ايه بقى من الخضار كمان؟ بروكلي. طبعا البروكلي قد ايه مهم جدا ومفيد وبيدي طاقه وبيحسن البشره، ففي حاجات لذيذه قوي. معانا كمان طماطم تشيري، الطماطم من الحاجات اللي بتدينا سكر وفي الجسم، فبرضو هنبقى محتاجينها. معانا كمان من التوابل، معانا بابريكا وشطه، عندنا بودره ثوم وبصل، من الحاجات اللي بتدي نكهه قويه برضو التوابل دي لو احنا عندنا مشكله في القولون، فمش لازم نستخدم الثوم بشكل رئيسي. البطاطا بقى هنا مقطعاها مكعبات، واستخدمت البطاطا النهارده اكتر من البطاطس لانها فيها نسبه سكر حلوه ونشويات ونوع من انواع التجديد، والبطاطا بتبقى مفيده اكتر شويه من البطاطس، خلاص. طيب الدريسنج بتاعنا بقى النهارده، عندنا عسل ابيض، وقد ايه العسل مفيد جدا جدا لينا. عندنا ليمون، عندنا ماستر ديجون. ماستر ديجون انا مستخدماها عشان بذره المستردة هنا قويه جدا ان احنا نستفيد بيها اكتر، لو مش متاحه خلاص نستخدم المستردة العاديه. عندنا بابريكا، المايونيز اللي مستخدماه النهارده مايونيز خالي من اللي هو بيبقى خالي من السعرات، وكمان عندنا زبادي، تمام. اظن يعني النهارده الوجبه متكامله جدا وفيها حاجات كتيره جدا. تعالوا مع بعض بقى صدور الفراخ، احنا جايبينها زي ما انتم شايفينها بالطريقه دي، خلاص هبتديها معاكم كده ايه من الاول. هحط هنا خل وملح، دي بعد ما غسلناها كويس، دي الغسله الاخيره بقى اهو، ماشي خلاص. نصفيها بس كويس قوي، دي خلاص ده كده ليمون وخل وملح يعني ما فيش مشكله، خلاص. طيب ملح خلاص هتبلها بقى وبعدين احطها، بصوا ممكن كده وممكن على النار، خلاص. ملح وفلفل اسود، ليمون، روزماري، زعتر، البابريكا من الحاجات اللي بتدي للفراخ لون حلو قوي، بودرة ثوم، بودرة بصل، اوكي كده ايه تبلناها حلوة قوي، خلاص. هحط الزيت هنا، هحط البطاطا وهتبلها. البطاطا كل ما تتبل كل ما طعمها يبقى حلو قوي. ملح، فلفل اسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، رشة شطة صغيرة قوي الا لو انتوا بتحبوا الحاجات السبايسي، وهنا برضو هحط رشة شطة قليلة قوي، خلاص. طيب ابتدي بقى احط الفراخ كده واحدة واحدة، اغطيها واسيبها كده ايه شوية. هقلب البطاطا كده واسيبها بقى، دي هتاخد شوية عقبال ما تستوي، خلاص. هبتدي بقى احط كده ثلاث فصوص، هقطعهم كده بالطول يدوني نكهة حلوة، تمام. بصراحة فكرت احط البطاطا معاها تاخد الطعم والسوى،
وهحط لهم بقى حبه ميه صغيرين عشان يستووا مع بعض. تعالوا هنا بقى نعمل الدريسنج بتاع الكينوا، عباره عن عسل ابيض، المايونيز اختياري لو انتم مش عايزينه بس هيدي للصوص طعم لذيذ قوي، والدريسنج ده زي ما قلت لو حطيناه في برطمان حلو كده ممكن ان احنا نحطه في التلاجة لمدة اسبوع بيبقى صالح للاستخدام وناخد منه حبة صغيرين قوي. حبة زعتر، حبة بابريكا، الماستر ديجون والليمون هو اللي بيعمل بالانس مع العسل الابيض اللي انا حطيته. بس خلاص كده ابتدي احط الحمص، البروكلي،